كابتن محمود خطيب كان اعتزل وهو عنده 10 دوري. نادي الزمالك سنه اعتزال الكابتن محمود خطيب في 1988 كان نادي الزمالك عنده 5 القاب من بطوله الدوري المصري، فالكابتن محمود خطيب اعتزل ومعاه في جعبته من الدوري المصري ضعف اللي مع نادي الزمالك بالكامل. لكن مش بس دي انجازات الكابتن محمود خطيب، لان دي انجازاته كلاعب.